السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيتكرر كتير، ألا وهو إن في أدنس في الريفت موجودة مثلا معاه 2020، وهو عنده ريفت 2022 أو نفس وركس معاه إصدار، لكن لما دور على الأداة دي مش لاقيها. يعني هو مسطب مثلا ريفت 2020 وجي نزل الأداة ديت فنزلت، بس هي ما بتشتغلش 2020، بتشتغل على 21 أو بتشتغل على 19 وهكذا. ففي حل بينفع في اغلب التولز مش في كل التولز، عشان ما حدش يقعد يكتب لي في الكومنتات ما نفعتش. هي بتنفع في اغلب الحاجات، يعني انا معايا نفع في حاجات كتيره جدا، الا وهو ان انا بدخل على السي بروجرام داتا. طيب فتحت ما يظهرش عندك البروجرام داتا، تعال هنا في الاوبشن بتاعت الفيو، وهتقول له ان انا عايز اشوف الملفات المخفيه. تمام، شو هيدن فايل فولدر اند درايفرز. الطبيعي ان هو بيبقى عامل دونت شو هيدن فايل. طيب دلوقتي هفتح بقى البروجرام داتا. طيب الحاجه دي تبع ايه؟ تبع اوتوديسك. تمام اهي. طيب ايه هي؟ اوتوكاد، نافس وركس، ريفت، تخش على اللي انت عايزه. تمام، بتلاقي الادنس اهي، بتلاقي الادنس بتاعت 2023 مثلا اهي. تمام، دي الادنس اللي انا سطبها، اقدر ان اخدها واحطها في ال 24 وتقفل وتفتح، ممكن تشتغل معاك بنسبه كبيره يعني. تمام، هتلاقي حاجات مثلا موجود في فولدر فيه مثلا حاجات معينه، ده مثلا ده انا لسه مصطبه، هاخده كوبي واروح رايح ل 25 واروح حاطه. اللي بيبرمج ما بيحطش انا شغال 2020 او 22، لا ده بس ايه الاصدارات. فمجرد ان انت خدتها هنا حطيتها هنا ما فيهاش مشاكل خالص، يعني ما فيش حاجه بتتكتب في كود زياده. يعني لو حد عمل برنامج ما بيضطرش ان هو يعمل نسخه جديده او يخش يبرمج او الحاجات دي كلها، غالبا ما فيش حاجه خالص، مجرد ان انت تحطه في الفولدر هنا وتقفل الريفت وتفتحه تاني تبدا تظهر معاك التولز ديت. ده موجود في الاوتوكاد وفي الريفت وفي النفس وركس بنسبه كبيره بيشتغل. خلي بالنا ان الاظهارات المختلفه وفكره ان هو يقعد يعمل ابجريد والحاجات دي كلها، دي من الشركه نفسها. الشركه نفسها ممكن تخلي نفس الاصدار وتضيف التولز اللي هي عايزاه وما تكتبش 2020 21، بس هي بتحاول تعمل كده عشان كل شويه الناس تشتري الاخر اصدار موجود. لكن هو ممكن يتعمل، يعني هم لاغين فكره سيف اس. طب الغي فكره سيف اس بس خلي الاصدارات كلها زي بعض. لا، هو بيحاول ايه، يحط حاجه بتغلس وتخلي الواحد يكره البرنامج يعني. بس جرب فكره ان انت بس ايه، يعني لو انت عندك 2026 هتعمل فولدر ونيو فولدر 2026 وحط كل الملفات اللي موجوده 25 في 26، بنسبه كبيره هتشتغل معاك.